توحيد اليمن الطبيعية على طريق الوحدان العربية الشاملة. أيها الحفل الكريم، قبل أن أنهي كلمتي أود أن أنقل باسمكم جميعا تحياتنا إلى شعبنا العربي في اليمن وقيادتنا السياسية ممثلة بالأخ الرئيس علي عبد الله صالح، كما نشكر باسمكم جميعا الأخوة العاملين في الأمانة العامة للاتحاد العام للمغتربين اليمنيين وعلى رأسهم الأخ الأمين العام الأستاذ شايف محمد سعيد، كما نشكر العاملين في سفارة بلادنا في واشنطن وفي مقدمتهم الأخ محسن أحمد العيني، كما نتقدم بالشكر والعرفان للأخ القنصل العام في ولاية ميشيغان الأخ الرائد عبد ربه الحداد لدوره في التعاون الأخوي نحو وحدة الجالية ومشاركته لنا في هذا الحفل. وأشكركم جميعا لحضوركم هذا الاحتفال سائل المولى عز وجل توحيد صفوفنا، وأرجو تعاونكم نحو تجربة الاتحاد، ففي الاتحاد قوة ويد الله مع الجماعة. ختاما، المجد والخلود لشهداء الثورة اليمنية. كما ندعو الله أن يتغمد أرواح شهداءنا من أبناء مصر العربية الذين رووا بدمائهم الزكية التربة اليمنية في سبيل انتصار الثورة والجمهورية. كما نحيي نضال الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في نضالهم الدؤوب لاستعادة الأرض المغتصبة أرض فلسطين العربية والمحافظة على لبنان العربي أرضا وشعبا. وفقكم الله جميعا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله. على فم المجد تجري أنت يا نظم، تسبيحة ما وراء ما رواها في الحياة فم، تسبيحة تغسل التاريخ صيحتها مدى القرون ومنها تولد القيم. أما الآن أيها الإخوة، فإلى كلمة الأخ القنصل العام للجمهورية العربية اليمنية في ولاية ميشيغان الرائد عبد ربه الحداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أخواني الضيوف الأعزاء، الأخوة وأبناء الجالية اليمنية، اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأحيي مشاعركم الطيبة
وأنتم تشاركوننا احتفالات شعبنا اليمني العظيم وقيادته السياسية بمناسبة العيد الفضي لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، ومرور 25 عاما على انطلاقتها الجبارة. كذلك ونحن نحتفل بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة، نحتفل أيضا بذكرى ثورة 14 من أكتوبر عام 63 في الشطر الجنوبي من الوطن. الأخوة الضيوف، الأخوة وأبناء الجالية، لي عظيم الشرف وأنا أستهل كلمتي هذه إليكم أن أنقل لكم تحيات وتهاني قيادتنا السياسية ممثلة بالأخ الرئيس القائد الأمين العام العقيد علي عبد الله صالح، كما أنقل إليكم تحيات وتهاني الأخ الأستاذ محسن أحمد العيني سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أخواني الكرام، في هذا اليوم الذي نحتفل جميعا فيه بذكرى عيد الثورة المجيد، خاصة بعد أن ترسخت التجربة الديمقراطية في بلادنا على طريق الثورة وأهدافها الستة بقيادة الأخ الرئيس القائد الأمين العام العقيد علي عبد الله صالح في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية، ذلك إنما تشهده بلادنا اليوم من تقدم ورخاء ونهضة شاملة على مختلف الأصعدة هو التعبير الحقيقي عن روح الثورة والتطبيق العملي لمبادئها وأهدافها السامية. ولعلكم تتذكرون أيها الأخوة ما كانت تعانيه بلادنا من تخلف وانعزال، وما كان يعانيه المواطن اليمني من القهر والجهل والاستبداد في عهد الإمامة البائد، حيث افتقد الإنسان اليمني قبل الثورة إلى أبسط مقومات الإنسان وأمام كل تلك المآسي التي عاشها شعبنا كان لابد من الثورة من أجل التغيير الشامل، وحتى تقوم الثورة كان لابد من الإعداد لها وبذل الكثير من التضحيات، ولم يبخل شعبنا في بذل الدم والتضحية بالنفس في سبيل تحقيق الثورة، وقد تمت الكثير من المحاولات الشجاعة للقضاء على النظام الملكي العفن قبل الثورة، وسقط الكثير من الشهداء على طريق الثورة، وتكللت تلك المحاولات بتشكيل تنظيم الضباط الأحرار الذين فجروا ثورة 26 من سبتمبر الفتية عام 62. والتفت جماهير الشعب حول الثورة تناصرها وتحميها، وبالمقابل تكالبت قوى العدوان الشر والعدوان من بقايا الأسرة الملكية والقوى الاستعمارية وعملائها من القوى الرجعية.